الوقت، سلعة غير ملموسة يعتبرها الكثيرون الأثمن في العالم. واليوم في هذا العالم التكنولوجي المتطلب والمجنون الذي نعيشه، كل لحظة تحسب. ماذا يحدث إذن عندما يقوم مبتكر بجمع تكنولوجيا الطائرات والسيارات الخارقة والدراجات النارية وحتى أجهزة المشي؟ النتيجة ساعة متطورة قادرة على تغيير وجه الزمن. تدور عقارب ساعة ديفن تريد وان باستخدام قطع غير تقليدية، لكن المصمم المبدع سكوت ديفن قصد تصنيعها بهذا الشكل، وليس مفاجئاً بأن يعتبر مهنته بصفة مطور سيارة جي تي اكس الخارقة. عندما كنت أعمل على مشروع السيارة قابلت أيضاً مصمماً آخر عمل لشركة هوندا والسيارات النموذجية، وكان يمتلك بعض الأفكار حول صناعة الساعات. الساعة التي بحوزتنا الآن هي أحزمة الوقت. رأيت هذه التخطيطات والتحفة التي اعتقدت أنها كانت موجودة، ولكن التحدي كان هل من الممكن صناعتها؟ دخل عالم الساعات الذي تسيطر عليه سويسرا، وفعل ما ظن البعض أنه غير قادر على فعله، وهو تحديد الوقت من خلال الأحزمة، ليست حركة ميكانيكية، ومن ثم جرى ترسيخها في علبة شفافة. إن تريد وان مشتقة في الواقع من دراجة نارية. بشكل خاص يعتمد دوران الدراجة على حزام القيادة الخاص بها. يفصح لنا ديفن عن مصدر إلهامه الاستثنائي. كانت هناك دراجة معروضة للبيع وثمة أرقام على تلك، وخطرت ببالي فكرة، وهي أن الوقت ممكن تحديده على هذه الأحزمة. الجزء المتميز من ساعتنا هو حركات الحزام، لم يقم أحد من قبل بفعل هذا. إنه نايلون مدعوم بالزجاج يستخدم في الطيران من الناسا إلى علم الطيران. جمع فريقاً من المهندسين المتخصصين بعلم الطيران لتطبيق تقنيات ومواد جديدة تمكن الساعة من العمل لأكثر من 30 ثانية على الحركة الميكانيكية. المهندس إيرن براغ يناقش تقنية تريد وان. قالوا حسناً، أولاً لن تستطيعوا وضع هذه في علبة سترتدونها على معصمكم، ثانياً لن تستطيعوا أبداً تحويلها إلى ميكانيكية من دون 350 ألف دولار على الأقل، وسوف تحظى باحتياط للقوة مدته 30 ثانية تقريباً. لذا لاحظنا على الفور أن علينا التفكير خارج المألوف، وهذا ما فعلناه. أتينا إلى هنا في جنوبي كاليفورنيا وكلمنا موردي معدات الفضاء. الحل: أربعة محركات معالجة دقيقة تحرك أربعة أحزمة تظهر الأرقام بدقة. الساعات والثواني على الأحزمة الأفقية، والدقائق والعقرب على الأحزمة العمودية. تستخدم الساعة التكنولوجيا اللاسلكية لشحن البطارية. يشرح لنا رئيس المهندسين جيف ستيفنسون الأمر. إنهما سلكان كهرومغناطيسيان، واحد يعطي الإشارة والآخر يتلقاها. لذا فإن الحل هو الاقتران، كلما اقتربا أكثر زادت الفعالية أكثر. إذن في الجزء الخلفي من ساعتنا يمكنكم رؤية نافذة هنا. وضعت تلك النافذة عن عمد لأن الطاقة الكهرومغناطيسية لن تعبر في الأجزاء الفولاذية المضادة للصدأ التابعة للساعة. واجه الفريق تحدياً رئيسياً، يجدر بالساعة أن تكون قابلة للارتداء ومريحة. على مدى سنتين من عمليات التصميم والهندسة، حيث التخطيطات وحتى اللوحات شكلت التصوير الرقمي الأساسي، بقي ديفن يسأل نفسه: هل تكون الساعة صغيرة حقاً بما فيه الكفاية؟ بسبب ضرورة وضع كل هذه الأحزمة والمحركات والحركات هنا، كنا دائماً قلقين من أنها قد تكون ضخمة جداً. كان تصميم العلبة أساسياً في تنفيذ الساعة. هذا الفولاذ بقياس 56 ب50 ملمتراً يحمي الأعمال في الداخل. تصميم العلبة معقد جداً. لكي ينجح هذا التصميم، احتجنا لصناعة العديد من الأجزاء المختلفة للعلبة، ولذا أعتقد أن هناك 8 أجزاء مختلفة متناسقة معاً مع 7 أختام مختلفة أيضاً. لكن الفريق استخدم تكنولوجيا القرن 21 الصغيرة وطرقاً اختراقية في تجارة قديمة، واليوم ديفن هي شركة الساعات الأمريكية الوحيدة التي سجلت براءات اختراع. التريد وان هي تصميم استثنائي ذو تقنية مستقبلية، مستوحاة من أحزمة الدراجات النارية. هذه العلبة التكنولوجية المبتكرة تغير وجه الزمن.